رجعنا في الجزء الثالث من برنامجنا النهارده، والجزء الثالث ده بمناسبه احنا ابتديناه من شهرين، ولازم كلمه حق تتقال في حق ضيفي قبل بس ما ارحب بيه. كان من اول الناس، واحنا كنا من اول البرامج اللي نتكلم في هذا الموضوع، واتكلمنا بالظبط من شهرين على الاوبئه على مر العصور. وعلى فكره ابتدت بعد برنامج بعد كده تناول هذا الموضوع، ولكن كان ضيفي هو اول حد يتكلم عن هذا الموضوع، واعتقد ان هو برضو اول حد، وبالتالي احنا هنكون اول برنامج يتكلم عن العلاج او البروتوكولات اللي تمت على الامراض الوبائيه على مر العصور. خلينا نرحب بضيف ضيفكم المستشار الطبي والاقتصادي للبرنامج دكتور هاني فرج. صباح الفل عليك. صباح الخير دكتور علي، صباح الخير على الساده المشاهدين. صباح الشياكه. اهلا بيك. اهلا وسهلا. انت عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. اهلا بيك دكتور هاني. انا كنت لازم اقول كلمه حق ليك، ان انت لما اتكلمت من شهرين على الاوبئه على مر العصور، كان البرنامج بتاعنا وكنت حضرتك من اول الناس اللي اتكلم عن هذا الموضوع، وعايز اقول ان في بعض المراجع بعد كده بدون ذكر اسامي خدوا اللي انت قلته وعملوه هم، ودي مش قضيه بالنسبه لنا. مشكله دكتور، على اصل العلم يعني هو الغرض من البرنامج زي ما احنا ابتدينا من حوالي اكثر من سنه ونص، يعني ان احنا نوصل معلومه، والحمد لله انها بتوصل سواء كانت عن طريقنا هنا او بتوصل عن طريق اي حد من الزملاء، فالمهم يعني ان الناس تستفيد، يعني وده المهم يعني. بس هو برضه الناس تستفيد وتقول برضه يعني، معلش يعني خلي بالك احنا لما تيجي تقول حاجه تقول والله نقلا عن كذا. تمام. يعني مش صح ولا ايه رايك؟ تمام. دكتور هاني النهارده هنتكلم عن البروتوكولات اللي تمت على مر العصور، وخلينا نبتدي الاول بالعصر الفرعوني اللي هو 1500 سنه قبل الميلاد. جميل. خلي بالك انا قعدت اتفرج على الحلقه بتاعتك امبارح واحفظ فيها كويس قوي، مرتب لك انا. اعتقد كنا اول حاجه اتكلمنا فيها هو العصر الفرعوني اللي هو 1500 سنه قبل الميلاد، صح كده؟ بالظبط بالظبط. يعني من حوالي 3500 سنه بالظبط كده كان البرديه بتاعت ايبرس دي كانت اول برديه بتتكلم عن موضوع كيف تم القضاء على الاوبئه في هذا العصر. تمام. يعني. والبرديه دي حضرتك كانت بتخص احد الكهنه المعروفين قوي وقتها، كان اسمه سخمت، وده كان من اشهر الكهنه اللي وجد علاج للملاريا والجدري في هذا الوقت. كان ساعتها الملاريا والجدري. الملاريا والجدري، او ده مذكور في هذه البرديه. يعني لو حبينا نتكلم عن الحقبه الزمنيه دي والحقبه الزمنيه بتاعت قدماء المصريين لما كان عندهم القوه والباور بالنسبه لمنطقه حوض النيل كاملا في الفترة دي، كان بتتكلم على القوة والباور كبنيان جسم، وكان تخضع لسيادتهم على مر التاريخ. تمام. يعني. فكان في الوقت ده لو بصينا على أسرة 18 على سبيل المثال والأسرة 19، هنلاقي إن توت عنخ آمون أصيب بالملاريا، وهنلاقي إن زوجة رمسيس الثاني توفت بالملاريا. فخد الملوك وحكام مصر في هذا الوقت على عاتقهم مسألة حماية الشعب المصري من الأمراض. تمام. وكان ده شغلهم الشاغل، وكان بالنسبه لهم نهر النيل هو الاساس. تمام. فكانوا بيهتموا بالنظافه بشكل كبير جدا. نهر النيل هو الاساس كعلاج. كعلاج في البدايه خالص قبل اكتشاف الادويه يعني. تمام. فكانوا بيستعينوا بماء النهر على انه ماء النهر المقدس، او ما كان يعني يسمى نهر النيل كان بيسمى باسم حابي. تمام. وارض مصر كانت بتسمى ب ب ب ب ب ب ب يعني فارماكاد، كلمه الصيدله نفسها او كلمه علم الدواء نشا من اسم مصر يعني. تمام. فكان الاهتمام باستخدام ماء النيل. طب كان بيستخدموا ميه النيل ازاي؟ كانوا بيهتموا بموضوع النظافه الشخصيه والاغتسال، فكان الاشخاص العاديين كانوا بيغتسلوا في الاسبوع 3 مرات. والكهنه كانوا بيصلوا ل5 مرات. اللي هي النظافه الشخصيه، كانوا بيهتموا بيستخدموا ميه النيل في تنظيف اي شيء. 3 مرات والكهنه 5 مرات. خمس مرات دي ما تحلكش بحاجه طبعا. الوضوء اللي احنا بنستخدمه يوميا. الله ينور عليك. جميل. فكان الموضوع بالنسبه لهم استخدام الماء بشكل صحي. كانت الاماكن قضاء الحاجه منفصله عن اماكن الاغتسال. تمام. دي حاجه مهمه جدا في الفصل طبعا، عشان يبعدوا عن الاوبئه والامراض. وكانوا في البيوت في نهايات البيوت بيضعوا الاماكن بتاعت الاغتسال بعيدا عن بقيه البيت. تمام. فده اعتمادهم على المياه كوسيله للتطهير والنظافه ده ادى الى عدم اصابتهم بامراض كتير. تمام. طيب هنيجي نشوف بعد كده، طب هل يا ترى هم لجأوا لاختراع ادويه او لاختراع بعض ما يسمى حاليا المضادات الحيويه وما شابه؟ لا، هم ابتدوا في الاول باختراع اشكال صيدلانيه متعارف عليها حاليا يعني. زي المراهم واللبخات والامزجه، كانوا اللي هي التركيبات يعني التركيبات الموجوده دلوقتي. فابتدوا يخلطوا الاعشاب والنباتات. انت عارف حضرتك مصر كانت يعني ممتده من بدايه منابع النيل، وكان بيبقى فيها 6 افرع للنيل على اراضي مصر. وكان في جزء صحراء، فكانوا تمام بيستفيدوا بيه النباتات اللي بتطلع في الصحراء والنباتات اللي موجوده على طول نهر النيل يعني.
فابتدوا يخترعوا منها ويعملوا منها بعض المراهم واللبخات والامزجه ويدوها للمرضى لعلاج ما يسمى وقتها بثعبان البطن. البطن طبعا دي كان مقصود بها الديدان والبلهارسيا وقتها يعني، فكانوا بيستخدموها في التخلص من هذه الديدان. وكان عندهم حاجه اخرى بالنسبه للنظافه الشخصيه، كان حلاقه شعر الجسم. يعني كان انتبهوا الى ان حلاقه شعر الجسم دي في منتهى الاهميه، فكان الاشخاص العاديين بيحلقوا شعرهم مره كل اسبوع. ده اللي هي نظافه بالفطره بقى. بالظبط كده، بيحلقوا شعرهم مره كل اسبوع. الكهنه كان مره كل يومين. تمام؟ فبالتالي ده بدا يقلل من ان يتعلق بالجسم بعض الميكروبات او الفطريات او الفيروسات الضاره يعني. طب كان عندهم ايه تاني بيستعينوا بيه؟ كان عندهم موضوع البخور، استخدام البخور بشكل كبير. الغريب في الموضوع يا دكتور علاء ان هم ابتدوا يعملوا تجارب على بعض المواد الطبيعيه الكيميائيه المتعارف عليها النهارده زي نترات البوتاسيوم. كانوا بيستخدموا نترات البوتاسيوم بشكل كبير في عمليه التطهير والتعقيم. كانوا بيستخدموا النترون، ملح النترون بيستخرجوه من وادي النترون، كان بيستخدموه برضه في عمليات التعقيم. بالاضافه ان هم كان في نبات اللافندر، نبات اللافندر كانوا بيستخرجوا من الاوراق بتاعته مستخلصات بيتم استخدامها في تطهير منطقه الفم والانف، نظرا لاكتشافهم ان الامراض تصل يعني في شكل مضمضه في شكل مطهر للفم، لانهم ابتدوا يكتشفوا ان الامراض بتنتقل عن طريق الفم وعن طريق الانف، وابتدى يظهر عندهم التعرف على موضوع العدوى. يعني ايه عدوى وازاي ان انا افصل الانسان المريض عشان ما يعديش لغيره الكلام ده كله. المفاجئ بالنسبه للفراعنه هم اول من اوقفوا السلام بالايد اثناء الاوبئه. كانوا بيكتفوا برفع اليد من سلام من بعيد لبعيد يعني عشان ما يبقاش فيه اي احتكاك او تلامس يعني. فتاريخيا اول من ابتدى لمنع التلامس اللي هو يعتبر دلوقتي اللي هو العزل. لا العزل ده احنا جايين له، بس انا بتكلم على السلام التباعد. خلينا نقول التباعد الاجتماعي. بالظبط كده، كانوا اول ناس استخدموهم الفراعنه. اول ناس كانت بتكتفي بالتحيه من بعيد اثناء الامراض والاوبئه، ودي كانت حاجه يعني ملفته للنظر يعني ان هم اكتشفوا موضوع العدوى وانها ممكن تنتقل نتيجه التلامس يعني. طيب حاجه ثانيه كانوا بيعملوها اللي هو التخلص من الفضلات والنفايات اللي عندهم، كانوا بيعملوا حاجه جميله جدا. بالنسبه لبعض الفضلات الحيوانيه كان بيستخدموها في الحرق في الافران والكلام ده كله، او كانوا بياخدوها يدفنوها في الرمله في اماكن بعيده عن المنازل يعني. تمام. بالاضافه لان هم كانوا كمان بيستعينوا زي ما قلت لحضرتك بميه النيل بشكل كبير جدا في تطهير اي حاجه قصادهم. تمام. نظافه البيوت ونظافه الاماكن اللي هم عايشين فيها. هو دلوقتي استغل البيئه كبيئه كبيئه زراعه او كبيئه نيليه او بيئه ميه. بالظبط كده. في مؤرخ شهير جدا اللي هو هيرودوت صاحب المقوله الشهيره مصر هبه النيل. تمام. الراجل ده زار مصر في القرن الخامس قبل الميلاد. فقال مقولة يعني هي في حق الشعب المصري لازم ان احنا نبرزها زي مصر هبة النيل كده. قال ان المصريين هم انظف شعوب الارض. انظف شعوب الارض. فكانت شهادة في حق الشعب المصري في هذا الوقت اللي كان عنده ثقافة النظافة وازاي ان هو مهتم بنفسه. فلفت نظر هيرودوت هذا الكلام، فيا ريت ان احنا نأصلها يعني. او يمكن هو كان يقصد كمان النيل، خلي بالك. وكان يقصد النظافه الشخصيه. تمام. كان يقصد ان هذا من انظف شعوب الارض يعني. تمام. فده في الفتره بتاعت الحكم الفرعوني يعني. كده احنا كده خلصنا العصور الفرعوني صح؟ بالظبط. نروح بقى للعصور القديمه اللي هي 150 سنه 200 سنه قبل الميلاد. صح كده؟ في الفترة دي لا مش حاجة، في الفترة دي تشابه الوضع لأن ما حصلش يعني ديفلوبمنت أو حصل نوع من نفس الارتقاء في العلم البشري، كان كله اجتهاد يعني. العزل اللي هو عدم السلام واستخدام مياه النيل وهقول لحضرتك إن ده كان متبع أكتر في عند الشعوب المتحضرة. يعني الشعوب اللي كان عندها ثقافات وحضارات هي اللي كانت بتتبع الكلام ده كله. زي في الصين، في العراق، في اليونان، في مصر، ولكن كان في بعض الأماكن ما زال عندها الطبيعة البدائية، فما كانش الكلام ده بيحصل في كثير من الدول يعني. العصور القديمه اللي هي 150 سنه 200 سنه قبل الميلاد كانت شبيهه جدا، كانت شبيهه جدا بعصر الفراعنه. شبيهه جدا. تمام. احنا عندنا يعني عندنا فترتين مهمين جدا. فتره كان فيها منطقه الشرق بيعم فيها العلم والتطور والنهضه، وكانت اوروبا زي ما بيقولوا كانت في الظلام. عصور الظلام، عصور الظلام دي كان فيها قطاع الاوبئه بشكل يكاد يكون يعني الاوبئه منتشره هناك، منتشره بشكل كبير جدا بشكل يكون مضحك يعني، يعني لدرجه عدم وجود العلم. فخلينا نقفز قفزه زمنيه شويه كده ونقول العصور الوسطى اللي كان بيحصل فيها. مش هعدي حته
يعني هو في العصور المظلمه في اوروبا كان احنا عايزين نبص اوروبا كانت عامله ازاي والشرق كان عامل ازاي. فخلينا نبتدي بالاوروبا الاول. في العصور المظلمه كان في اوروبا اللي انا هحكي لحضرتك بالمناسبه، ما هو برضو في العصور اللي هي مش مظلمه عندهم برضو كان بالنسبه لنا احنا الوضع. لا لا، في العصور اللي هي مش مظلمه اللي هي الايام دي عندهم برضو الموضوع منتشر. هنوصل له هنوصل له. فكان من ضمن الحاجات اللي بيستخدموها في القضاء على الاوبئه كانوا بيستخدموا موضوع الفصد. ايه موضوع الفصد ده؟ ان انت تيجي عند احد الاوبئه الكبيره وتقوم عامل قطع وتسيب الدم ينصرف. فكان بيتخيلوا ان كل ما الانسان يحصل تدفق للدم او خروج الدم من جسمه كل ما بيبدا فيه معالجه للطعام تحديدا. المصطلح ده لسه موجود لحد دلوقتي، يقول لك فصد. فصد يعني جاب دم من الرحم، صح كده؟ طبعا الفصد والحجامه من الحاجات الشهيره جدا يعني. فالفصد ده كان هو بيجي على وريد يقوم قطعه ينزل كميه دم كبيره، وبالتالي هو بيتخيل انه بيتخلص من الدم الفاسد. وما كانش بيكتفوا بكده بس، في بعض الديدان زي ديدان العلق، الديدان دي بتمتص الدماء، فكانوا بيجيبوا دوده ويلزقوها على المكان اللي فيه ده كل ده كان بتفهم يا دكتور كان في الطاعون. في الطاعون فين؟ الطاعون بالذات، الطاعون في الفتره بتاعت الطاعون الدبلي اللي هي كانت في القرن الرابع عشر. القرن الرابع عشر كويس، ما يسمى بالطاعون الدمالي او الدبلي يعني. فكانوا بيتعاملوا معاه بالطريقه دي، يا اما يقوم قاطع الوريد فينزل كميات دم او يحط الدوده. طب ايه اللي كان بيحصل؟ بيحصل ان حالات كانت بتزداد سوءا وحالات كانت بتموت نتيجه النزيف اللي بيحصل او نتيجه التلوث اللي بيحصل. تمام. فكانوا بيستخدموا طريقه بتزود العدد. وبالتالي تلت سكان اوروبا تقريبا تم القضاء عليه في الطاعون ده. ده اللي هو كان سنه كام؟ في الفتره اللي هي من 1350 لنهايات القرن الرابع عشر. تمام. طب لو حبينا نبص كانوا بيستخدموا ايه تاني؟ كانوا بيستخدموا ما يسمى بالزبرجد او الزمرد، او في بعض الاحجار الكريمه، هم جايبين الاحجار الكريمه ويقوموا بطحنها ووضعها مع الاكل وبتاع، فكان بيخش المعده يتسبب في عمل تقرحات وجروح، فبرضه كان بيؤدي للوفاه. بس مش بالفيروس بقى او مش بالوباء، لا لا تاني. يعني هو سوء استخدام الادويه ادى الى يعني كوارث يعني. من ضمن الحاجات الاخرى اللي كانوا بيستخدموها بالظبط، ابتدوا يفكروا في موضوع الفراخ او الدجاج، فيمسكوا ياخدوا الفرخه في العمر الصغير ويربطوها على المكان اللي فيه الجرح اللي على شكل دبله دوت اللي هو الدبالي دوت، ويربطوها بشكل عكسي بحيث ان مؤخره الفرخه تبقى على تبقى على هذا. بالظبط كده. وكان يتخيل ان هذا الجزء من الفرخه هو اللي بيسحب البصي يعني. حرك الحاجات دي، الحاجات دي موثقه كلها ومكتوبه في المراجع التاريخيه كلها، بتتكلم عن طريقه يعني الساده المشاهدين ممكن هم يخشوا على مواقع كتير جدا بتتكلم على استخدام الطب الشعبي في علاج الاوبئه في العصور الوسطى في اوروبا، هيلاقوا الكلام ده بشكل يعني ما يثير الدهشه والضحك احيانا. يعني تحط فرخه والفرخه هي اللي تقوم بالموضوع يعني. كان من ضمن الحاجات اللي هي يعني هنقول ان هي كان في بدايه التعرف على ان الاوبئه بتنتشر عن طريق الهواء، كان التخلص من الروائح الكريهه او عدم الوجود في هواء فاسد. فابتدوا يخشوا في اتجاهين مختلفين. في بعض الاسر وبعض البلدان ابتدت انها تزرع الورد والزهور بشكل كبير جدا في البيوت عشان تنقيه الهواء، وفي ناس تانية فضلت ان هي تنزل تعيش تحت الارض في الاماكن المظلمه وبتاع، فكانوا عكس بعض الاثنين للتخلص برضو من الهواء الفاسد. ده قبل ما يكتشف طبعا الطاعون سبب، وهو الحشرات اللي بتنقله عن طريق الفئران والكلام ده كله. فكان هو ده التخيل. ابتدوا يخشوا لمرحله اصعب لما يعني بقت التجارب كلها بالفشل، ابتدوا يستخدموا اليورين او البول بتاع الانسان، ابتدوا يستخدموه موضعي وابتدوا يشربوه عشان القضاء على الطاعون. كل ده كان في اوروبا صح؟ كل ده كان في اوروبا. لا ده مظلمه. بالظبط. لا ده مش هم يعني بعض الفضلات الاخرى كانوا بيستخدموها مع اوراق الشجر وبتاع، فوصل الموضوع عندهم ل وعندي احساس ان هو برضه مظلمه عندهم الكارثه اللي هي وصلت لثلث سكان اوروبا. فده اللي حصل، ده اللي حصل فعليا، ومن التاريخ ما يقدرش ينكره يعني. تمام. في هذا الوقت كان المعرفه والثقافه والتقدم العلمي في الشرق عندنا احنا في هذا الوقت. طيب احنا كشرق او كدول حوض بحر المتوسط او كدول اسلاميه او كدول عربيه يعني الموضوع جه منين؟ بعثة الرسول عليه الصلاه والسلام حطت مبدئين اساسيين موجودين في القران الكريم وفي احاديث سيدنا محمد. النظافه الشخصيه والبيئه المحيطه. تمام. كيف تتعامل مع نظافه الجسم وكيف تتعامل مع البيئه. تمام. ودول هم الطريقين او المحورين. بالظبط. تمام. بالظبط. فكان التركيز في الاول بالنسبه للنظافه الشخصيه طبعا اللي هي ما تسمى بسنن الفطره اللي اكد عليها الرسول عليه الصلاه والسلام، من حلاقه شعر الجسم ومن الوضوء ومن الاغتسال ومن وضع الطيب والعطر وكل هذا ادى الى الحفاظ على النظافه الشخصيه.
ولو كل واحد حافظ على نفسه الشخصيه انت بالتاكيد مش هتبقى مصدر عدوى للتاني. لا وازيد لحضرتك، هو يعني الطهور شطر الايمان يعني طبعًا. يعني في الاسلام حط ان النظافه نص الدين. يعني النظافه نص الدين لان هي بتحفظ العقل والجسم واخلافه. تمام. طيب هنيجي نبص بقى للنواحي البعيدة عن الشخص نفسه او عن النظافه الشخصيه، البيئه بقى. هنبتدي نبص على البيئه. اهتمام الاسلام بشكل كبير جدا بنظافه الطرقات والشوارع. تمام. وبل عظم اجر وثواب اللي يلاقي حاجه مرميه في الارض ويشيلها ويزيل الاذى عن الطريق، وبالتالي هو عمل نوع من ابعاد للمخلفات التي قد تكون سبب او هوست او مكان تنمو عليه البكتيريا او الفطريات او الفيروسات. تمام. فابتدى بنظافه الشوارع. ابتدى بعد كده يخش لنظافه كل ما يدخل جسم الانسان. تمام. فقام بتحريم بعض المأكولات زي لحوم الخنزير والكلاب وخلافه من هذه اللحوم اللي قد تنقل ميكروبات بشكل كبير. ابتدى يحدد ان في بعض المشروبات زي المشروبات التي تحتوي على كحول وخلافه، المحرمات دي لما تخش جسم الانسان فبتضعف الكبد وبتضعف الجهاز المناعي فبيصبح بيئه خصبه للميكروبات. تمام. هنبتدي نخش بعد كده على احنا قلنا دلوقتي نظافه الطرق والشوارع، وقلنا الاهتمام بالمأكولات والمشروبات. هنيجي بعد كده لنظافه الاماكن نفسها. نظافة الأماكن ونظافة البيوت ونظافة المساجد. فكل هذه الأشياء أدت في النهاية إلى مجتمع نظيف بالتالي تنتقل فيه العدوى بشكل قليل جدا. جه بعد كده علماء المسلمين اللي هم في بدايات بقى القرن الثالث والرابع الهجري ابتدوا ياخدوا القواعد دي ويحولوها لإطار علمي وإطار مكتوب. يعني هنلاقي إن ابن سينا وهنلاقي إن العلماء الكبار اللي هم حصل أو بقى في وقتهم ابتدوا يتخذوا مبدأ قوي جدا وضعه سيدنا عمر بن العاص وفي عصر عمر بن الخطاب اتكلمنا عليه في الأوبئة، وهو مبدأ العزل اللي حضرتك اتكلمت عليه. تمام. فابتدى موضوع العزل دوت يبقى أساسي في تباعد الناس عن بعض أو التباعد الاجتماعي، وده ابتدى ابن سينا يطبقه لما كان بيبقى في أوبئة في منطقة الشام أو منطقة العراق. فكان من أحد الأسباب الرئيسية لقلة حدة هذه الأمراض هو موضوع العزل. تمام. اعتقد ان العزل كده موجود في من قديم الازل، يعني من عهد الفراعنه. من عهد الفراعنه هو كان مجرد بس عدم التلامس يعني، ولكن انت تعزل مجموعه بشريه في نطاق محدود في منطقه محدوده، فده ابتدى فعليا في طاعون عمواس اللي اتكلمنا عليه اللي كان موجود. طيب في سنه في من حوالي 100 سنه اللي هي اللي بنسميها الانفلونزا الاسبانيه، صح كده؟ جميل. كان ايه البروتوكولات اللي بتتم فعلها؟ في صور متداوله دلوقتي، يعني التصوير كان موجود يعني، ففي صور متداوله اللي كان بيحصل. موضوع وقي الانف والفم اللي هو الكمامه او الماسك. تمام. موجود اللي هي كانت بسن كده. كان شكلها مدبب كده. كان شكلها مدبب وواضح جدا. دي كانت موجوده. تمام. وكانت موجوده ومنتشره في الوقت دوت. كان بيستخدموا طبعا الكحول، لان الكحول كان موجود فكانوا بيستخدموه في النظافه، وكان بيستخدموا الصابون تحديدا يعني. يعني الميه والصابون كانت اساسيه في العلاج. ولكن هل يا ترى في التوقيت دوت كان في اكتشاف لي مضادات حيويه قويه او مضادات فيروسات؟ ما كانش موجود. وبالتالي الانفلونزا دي تخطر 25 مليون تباعد. بالظبط كده. كله كان بيعتمد على موضوع التباعد. لو احنا بصينا يعني لو ركزنا في طرق العلاج المختلفه هم حاجتين. التباعد والنظافه الشخصيه. تمام. دي بي 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 دي الاساس بتقضي على الداء بشكل كبير جدا. تمام. بص يا دكتور هاني، انا جالي سؤال على الواتساب دلوقتي، هو سؤال دايركت. هل تختفي الابوئه من نفسها ومتى سيختفي فيروس كورونا؟ طيب. ده سؤال جيك هو بيجيب من الاخر. بص يا فندم، يعني خلينا نقول حاجه، وده بعد كده هيباخدنا بقى قصه البروتوكولات اللي شغاله الايام دي. بالظبط كده. خلينا نقول حاجه مهمه جدا. لا شيء يحدث في ملك الله الا بامر الله. لا اله الا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انتشار الفيروسات والاوبئه وخلافه لها دوره حياه كاي حاجه موجوده في الدنيا. تمام. السؤال الصريح اللي جاي لحضرتك عن فيروس كورونا، لو الحاج تفتكر خلال الشهور اللي فاتت سمعنا على ما يسمى بالهيرد اميونيتي او المناعه القطيع. طب ايه الفكره ان تنشا مناعه نتيجه انتشار الفيروس بشكل كبير، وهذه المناعه بتؤدي لان شريحه كبيره من المجتمع لديها اجسام مضاده وبالتالي تقضي على هذه الفيروسات او هذه الاوبئه، وبالتالي يتحول الموضوع من كونه جائحه الى مرض موسمي والناس تقدر عليه. فايه اللي بيحصل نتيجه الانتشار السريع لهذا الفيروس؟ فان التطور الجيني بتاعه وشرسته وحدته بتقل فبيضعف الفيروس. طب وده فعلا حصل يا ابني؟ هو حصل وحدث قبل كده في السارس وفي خلينا نتكلم عن الشرق الاوسط. احنا ما وصلناش لهذه المرحله ولكن نتمنى. بس انا يعني بص اقول لك حاجه دكتور هاني، انا سمعت رايين. تمام.
ومن ناس مسؤولين في خلال 72 ساعة. حد مسؤول قال احنا فعلا لقينا الفيروس في ضعف، وحد تاني هو شبه مسؤول قال لك لا الكلام ده ما حصلش. طب بص يا فندم، هو الموضوع لو حبينا طبعا انا هصدق لا لا احنا لو حبينا نتكلم على ان التكوين الجيني بتاع الفيروس نفسه قل بس ضعف بنسبه بسيطه، نتكلم في 3000 مثلا، فقل بتاع 180، فبالتالي ابتدى يضعف نسبيا. فبس شراسته ما زالت موجوده، هو ما زالت موجوده، شراسته في انتشاره ولا شراسته في هجومه على الجسم في مواجهته للجسم ومدى ابلكيشن او مدى التكاثر السريع. تمام. فانت النهارده ما تقدرش تحكم، انت في قلب الحدث، ما تقدرش تتكلم في حاجه زي كده وتقول والله ان هو انا احدد فتره زمنيه محدده ان هو ينتهي فيها، لان في كل شويه في تطور وكل شويه في سبيشيز جديده وكل شويه بيطلع سترينز جديده، عفوا بتطلع سترينز بشكل كبير او بتطلع سلالات بشكل كبير. ده طبيعي طبعا، وده اللي حصل في الانفلونزا. ده حصل في الانفلونزا طبعا. الانفلونزا في 1918 كانت قاتله، وفوق ال 25 مليون حاله وفاه. النهارده بقى مرض موسمي. تمام. هي بتتغير كل سنه السلالات، ولكن هل وصلنا للموضوع ده في فيروس كورونا؟ ليس بعد يعني. نرجع بقى للسؤال. ولكن هل ده هيحدث؟ بعض الاقتراحات في بعض الجامعات بان نسيب الامور ماشيه بالشكل مناعه القطيع، وهيحدث هذا الموضوع قبل اكتشاف لقاح. يعني في ناس بترجح ان ضعف الفيروس قبل اكتشاف لقاح. انا بسميه نوع من انواع المغامره او المقامره، او مش نسميها كده، ولكن هو افتراضيه قد تحدث او قد لا تحدث. يعني هي احنا لو حبينا نحطها في المصاف ده، فده ليه رايه وليه وجهه نظر المشروعه، نتيجه ان في بعض الدول زي ايطاليا واليونان واسبانيا وبعض الدول اللي كان منتشر فيها بشكل كبير ابتدى عدد الحالات اليومي اقل من 500، بعد ما كان في اليوم بيتخطى ال 5000 و7000 حاله. فانت تسال نفسك يعني نفسك ايه الوضع، ايه هل يا ترى الهيرد اميونيتي جابت نتيجه، او كل ده سيقيم بعد 5 سنوات من الان. بص انت عارف انا ميولي الكرويه شويه، فقريت خبرين النهارده ان فرنسا هتبتدي ترجع الجمهور خلاص للملاعب، ونيوزيلندا، واعتقد كل دول اوروبا هتبتدي ترجع. ما اعرفش يعني كان تفسيرك ايه لهذا القرار؟ بص حضرتك الحياه لازم تمشي، الحياه لازم تستمر يعني. طب هل يا ترى دي مجازفه؟ هل يا ترى ده نوع من المجازفه انه يعمل حاجه زي كده؟ هو خب بالمقاييس والمعايير الطبيعيه ان هو عمل مساحات وكشف على لعيبه الكوره، وقال لك هم 22 مساحات للاعبين، وقال لك هو في النهايه هو 22 لاعب في منطقه. احنا لازم نتكلم على ايه؟ وانا اتكلم على الجمهور اللي فوق. هيفتح لو فكر يفتح للجمهور، هذه مجازفه يعني، مجازفه. والبرازيل هي اكبر يعني اكبر شاهد على مجازفه او هو دارس يعني. او هو دارس. ما انا بقول لحضرتك سيتم تقييم كل هذه التجارب بعد 5 سنين من الان. يعني احنا هنفضل في مع الفيروس ده 5 سنين؟ بص حضرتك انا قلت الكلام ده قبل كده في احد اللقاءات، يعني الموضوع من 3 لـ5 سنين ليس تشاؤما، ولكن هو نوع من الواقعيه. تتحدث دلوقتي احنا داخلين في 7 شهور أو 8 شهور. لو انت بتتكلم في 3 لـ5 سنين يبقى خلاص لازم نتعايش مع الفيروس كله. احنا بنتكلم دلوقتي في 7 8 شهور. البلاد قفلت 3 شهور، العالم قفل 3 شهور، كنا هنخش بقى مش فيروس كورونا، داخلين في قصص تانية، مشاكل اقتصادية وضعف مناعة عامة، قصص كبيرة جدا كانت قد تؤدي مشاكل نفسية، ما يسمى بالدروباكس العنيفة اللي ما تشتغل تلمها يعني. ولكن يعني احنا مش عايزين نقل السادة المشاهدين، حتى لو بنتكلم في 3 لـ5 سنين هو وضع طبيعي. ما تتكلم على الانفلونزا العادية. لو رجعنا لورا بس 3 سنين من دلوقتي، او تحديدا في 2016 4 سنين من دلوقتي، كنا بنتكلم ان فيروس سي مشكله كبيره جدا جدا، حالات وفيه. احنا النهارده بعد 4 سنين احنا بنعمل سكريننج عشان ندور على حالات عشان نديها الدواء. يعني انا الدواء علاج فيروس سي موجود النهارده مش لاقيين له حالات، هو صح كده من كده. فهو ده وضع طبيعي، وليس الخطه الاولانيه ان هو عمل تشخيص. طبعا طول انتقال العدوى مختلفه طبعا، طول انتقال العدوى مختلفه. بس خلينا نتكلم يا جماعه ان ما يحدث هو مرض سيختفي باذن الله، وقد يظهر مرض اخر، قد يظهر علاج. فالامور لازم تعود لطبيعتها مره اخرى، مع الاخذ في الاعتبار الاحتياطات والتباعد الاجتماعي. بالظبط، التباعد الاجتماعي والنظافه الشخصيه. احنا قدامنا 3 دقائق وقصه البروتوكولات، وعايز اخد من خبره حضرتك خبير دوائي قصه البروتوكولات اللي ماشيه في السوق. طيب انا هقول لحضرتك او اللي ماشيه في وسائل التواصل الاجتماعي. في نهايه اللقاءنا السابق احنا قسمنا الناس. فقسمنا الناس لـ3 مجموعات، وانا هضيف لهم مجموعه رابعه دلوقتي. اول مجموعه هو الانسان السليم او الشخص السليم. تمام. الشخص السليم ده ليس له علاقه بهذه البروتوكولات ولا بهذه الادويه يعني. هو يرفع مناعته بالحاجات الطبيعيه. الحاجات الطبيعيه، تمام، الفاكهه والطازه الشخص الثاني او المجموعه الثانيه من الاشخاص هم اللي اللي خلطوا مجموعه اشخاص ثبت ان عندهم كورونا. تمام. طيب ده بيرجع للطبيب المعالج او المشرف على علاجه او اقرب صيدليه، بياخد رايها وبيقول له يعمل ايه بالظبط.
مفيش اجتهاد ومفيش اراء شخصيه ولا ورد اوف ماوس فلان او يعني ولا بالتاكيد اعتماد على الدكتور. الدكتور برضه اللي عنده بروتوكول ماشي بالظبط بالظبط يبقى هو اللي يحدد له. تمام هو اللي يحدد له. تمام لان فلان خد حاجه وتحسن الكلام ده مرفوض تماما وغير علمي وقد يؤدي الى كارثه. تمام. النوعيه الثالثه وهو شخص ظهرت عليه الاعراض ومصاب. تمام. طب ده علاجه ايه؟ علاجه هو علاج واحد فقط هو رقم 105 وزاره الصحه. تمام. اتصل بيه تمام او احد المستشفيات الخاصه اذا كان عنده المقدره ان هو يذهب لمستشفى خاص. تمام. وسيتم موضوع العزل والتعامل معاه وهو ده الشخص المصاب ويعني ربنا سبحانه وتعالى يمن بالشفاء على الجميع ان شاء الله يعني. المجموعه الرابعه اللي انا عايز اضيفها النهارده حضرتك هم من تعافى بفضل الله من فيروس كورونا. تمام. الشخص اللي تعافى من فيروس كورونا اذا كان ما عندوش امراض مزمنه زي الضغط او السكر او بعض الامراض زي الانيميا وامراض الدم فهو اللي عليه واجب يعني واجب اخلاقي وانساني ان هو يشوف اقرب مستشفى واقرب مكان ممكن يتبرع به بالدم لان بلازما الدم قد تفيد في حالات كثيره جدا في اواخرها يعني. فدي الاربع مجموعات. البروتوكولات المتداوله والموجوده على وسائل التواصل الاجتماعي لابد الرجوع للاطباء فيها وعدم الاعتماد على الثقافه العامه في الدواء ولكن الرجوع لاهل التخصص. احسنت. شكرا دكتور. خلصت الحلقه. الحمد لله. خلصت الفقره. كانت حلقه مثمره وعايز اشكرك على المعلومات بتاعت العصر الفراعنه وعصور العصور الاوروبيه المظلمه. عندي احساس ان هم لسه في الظلام. انا بس عايز اقول لك على حاجه اخيره هرجع انا قلتها في المقدمه بتاعتي. واحنا بالمناسبه كان احنا كبرنامج كنا عارفين هذه المعلومه من حوالي شهر. في اربع لقاحات مصر شغاله فيهم عن طريق المركز القومي للبحوث قسم الفيروسات. منهم لقاح دخل في المرحله السريريه والثلاثه التانيين في اخر المرحله الاولانيه اللي هي مرحله التجارب على الحيوانات المعمليه. طبعا انا ما كانش ينفع اقول كده الا لما وزير التعليم اصدر كده. عايز اقول لك ان احنا ماشيين وانت عارف البحث العلمي عندنا برغم كل شيء ليه مكانته وله وضعته. البرنامج بتاعنا خلص ان شاء الله. بشكر النائب عنكم والدكتور هاني فاجر المستشار الطبي الاقتصادي للبرنامج وان شاء الله معادي معاكم من الاسبوع اللي جاي. بس ايه بس قبل ساعه من دلوقتي واحد على قناه برنامجكم. صحتك سلامتك اشوفكم على خير.